حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، حياكم الله زملائي في الاستديو، وارحب بكم يا مرحبا بكم في هذه الفقره المتميزه، فقره سوقنا من سوق الجبيل. نتعرف فيها ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الخضار والفواكه. دائما احنا نجيب لكم المحلات اكثر شيء من برا نتعرف فيها على الاسعار المعروض، لكن اليوم احنا بس داخل بنشوف عندنا هناك ما شاء الله الكرز وعندنا الخوخ وعندنا اشياء كثيره. خلينا نتقدمكم انا اشوف وياكم شو انواع الفواكه الخضار الموجوده هنا، بالذات عند اخونا احمد. احمد ما شاء الله عليه يتميز ان عنده اشياء كثيره. احمد تفضل هالصبح، تعال وياي معلي كمر. كيف حالك احمد؟ الحمد لله. طيب ما شاء الله احمد عندك اشياء جميله، عندك التوت وعندك ما شاء الله هناك شو بعد الفراوله، البلاك بيري، البلو بيري، نعم اللي هو الحرنكش. الحرنكش نعم، اهم شيء الحرنكش متوفر دائما. احمد تعطينا بدايه الاسعار هناك، بدايه من الحرنكش عقب على الحرنكش 10 دراهم، البلو بيري 8 دراهم، البلاك بيري 20 دراهم، التوت الاسود نعم، التوت الاحمر 20 دراهم، الفراوله اليوم 8 دراهم، الخوخ هذا اضطراري الاصفر هذا الكيلو 25 دراهم، 25. الكرز كم واصل؟ الافريقي وصل نعم. 10 دراهم، لكن هذا طعمه حلو وايد حلو. هذا موين احمد قلت لي؟ هذا استرالي، استرالي تحت هذا اللي في الباكت الافريقي، هذا افريقي، هذا على 10 وهذاك على 25. نعم انزين، والكرز عندنا فوق اليوم كم؟ الكرز اليوم وصل سعره ل 95 درهم 95، يعني رجع سعر اللي قبل 3 شهور تقريبا. نعم بعد شهر كمان هينزل ل 35 درهم، بينزل دلوقتي ب 95. انزين، وهذا الدراغ والمشمش والخوخ هذا نكترين ب 18 نعم. وهذا الخوخ ب 13 درهم الكيلو، الزيتون تين عفوا تين ارجنتيني ما شاء الله. على كم احمد اليوم؟ صندوق ب 40 درهم، وهذا الفراوله. احمد عطني علبه الفراوله، هاي صندوق الفراوله لو سمحت. ما شاء الله شوفوا الفراوله هنا كيف مرتبه ولونها جميل. احمد هاي من وين احمد؟ هذه هاي مغربيه. مغربيه، على كم بعد قلت لي هذه؟ الحين مرتفع سعرها، اول كانت ب 25 الحين ب 45 درهم. 45 العلبه هذه وحده، كم فيها تقريبا؟ اقل عن كيلو ولا كيلو؟ كيلو بالضبط، كيلو بالضبط على 45 اليوم عند اخونا احمد. واحمد انت حاط هنا بعد اللي هي علب الكيوي وال شو بعد عندنا الكمثره؟ هاي الكيوي ايراني ب 10 درهم، وهي الكمثره اسبانيه. اسبانيه ترى الباكت ب 20 درهم نعم، وعندنا الاناناس هنا. الاناناس هذا الاكوادوري هذا ب 15 درهم 15 نعم، الاصفر الصغير لكن هذا كبير ما شاء الله. زين احمد علب الفراوله الصغيره هاي كم سعرها؟ هاي نفس اللي فوق اللي احنا قلنا ب 8 درهم 8 درهم الشيء اللي فوق. عندنا هنا كرتون كامل، والعنب احمد هذا الاسترالي الحين موسم زي السكر مثل السكر ما شاء الله طعمه. هذا الكيلو ب 20 درهم والاحمر والابيض ما شاء الله. زين احمد في عندي نفس نفس الابيض، نفس الابيض بس الهندي ب 10 والاسترالي ب 20، 10 و20 والهندي ارخص. انزين احمد نسير نشوف وياك بعد هنا عندنا ما شاء الله اليح حاليا اللي هو الهندي هذا تقريبا احمد الهندي. كم واصل سعر الكيلو احمد؟ الكيلو ب 4 دراهم 4 دراهم ما شاء الله، على 4 دراهم عندنا. يعني الكيلو ب 3 دراهم 3.5 نعم. احمد الحين يعني ارتفع السعر عشان الكميه قليله ولا تو موسم بدايه الموسم؟ لا عشان الهندي الحين موسم بس طعمه زي السكر، هذا النوع بالذات حلو طعمه لذيذ ما شاء الله. المدور اللي هو الاخضر غامج هذا لكن هذا غير متوفر، هذا دلوقتي الموجود وكيلو 4 دراهم. يعني اذا قلنا اليح كامله كم يطلع سعره؟ ممكن 40 45 40 الى 45 ما شاء الله، بتطلع 8 كيلو ل 10 على حسب. انزين احمد وهني عندنا ما شاء الله الهمبه تبع العصير بتاع اليمن نعم، الهمبل للاكل طبعا. هذه مال العصير وهذه مال الاكل ما شاء الله. شوفوا هني دائما المشاهدين الكرام ملاحظه، يعني دائما حاول تسالون اصحاب المحلات ان انا بشتري شيء معين بس يصلح مثلا للاكل للعصير مثل البرتقال عندكم، فدائما الاخوان ما بيقصرون يعني وياكم الحين. خبرنا احمد هذا النوع اللي موجود عندنا من الهمبه، طبعا من اليمن، هذه تنفع اكثر شيء للعصير بعد تبلغ اكثر عن شيء احمد. انزين وهذا عندنا الاكل، وهذه بتبلغ هاي خضره الحين. انزين هذه الحين عشان بس السعر شويه بيطلع وبينزل، فعايز ايه لين ما تبلغ شويه يكون سعرها ان شاء الله مناسب. عندنا الصندوق هذا كم بيكون سعره احمد؟ الصندوق هذا ب 35 35، وعندنا مال العصير نفس الشيء 35 35. الهمبه هذه طبعا من اليمن مشاهدينا الكرام، هذا عندنا من مصر، هذه الحلوه مش الكرمنتين، هاي مندرين، هذه غير وهذه غير ما شاء الله. وكم اسعارهم بعد؟ 10 درهم. وعندنا ارخص شوي ارخص والجريف روت احمد؟ الجريف روت الكيلو ب 7 دراهم 7 دراهم، والرمان عندنا ما شاء الله تركي. كم سعر الكيلو؟ الكيلو 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم عندنا الكيلو. هذا الشمام اليمني على 10 8 دراهم، وهذا الهندي؟ هذا الهندي بخمس دراهم 5 دراهم ما شاء الله. احمد يعطيك العافيه، تشكيله رائعه صراحه من الفواكه، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. بنغير اياكم بعد مشاهدينا الكرام، بنطلع من محل الخضار بننتقل الفواكه بننتقل الى محل الخضار هني عند الاخوان، بنشوف شو اسعار الطماطم اليوم اللي متوفره عندنا والخيار. السلام عليكم بابا، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله.
تعال ابوي خبرنا اليوم كم عندك اسعار الطماط؟ طماطه سعر اليوم 20 ابوي. 20 الصندوق؟ ايوه. الكيلو كم واصل؟ كيلو 8 كيلو فيه. 8 لا هذا 8 كيلو في الصندوق لكن أيوة. السعر اليوم على 20. 20 على 20. انزين وعندنا الفلفل البارد هنا؟ الفلفل البارد اليوم 12 درهم. انزين تعال وياي شوي خل شوي الزبون هنا بنشوف وياكم هنا. تعال وقف هنا خبرنا بدايه عندنا هني ما شاء الله الفلفل الاخضر الليمون وعندنا الباميه. خبرنا شو اسعارهم اليوم؟ الباميه سعرها 10 دراهم. هذا 10 دراهم؟ سعر الصحن؟ انزين والفلفل البارد هذا؟ الفلفل 12 والليمون؟ الليمون 8 درهم. انزين خلينا ندخل بالكاميرا داخل نراويكم هناك ما شاء الله عندنا الفاصوليا واليزر. اليزر كم واصل اليوم؟ جزر 5 دراهم. 5 دراهم والفاصوليا كم بعد؟ 10 دراهم. 10 دراهم الفاصوليا. باذنجان هذا موجود محلي ولا مستورد لهناك؟ باذنجان ومال عمان في مال محلي فيه. عماني وعندنا محلي. كم الاسعار فيهم؟ يعني يبدا السعر كم؟ الصغير 7 دراهم، كبير 5 دراهم. 7 و8 دراهم الاسعار تبدا اليوم عندنا طبعا الكبار والصغار مشاهدينا الكرام. وهني عندنا مثل ما قلنا اليوم الطماط سعره 20 درهم. شكرا بابو بارك الله فيك. بننتقل وياكم مشاهدينا الكرام ايضا محلات ثانيه هنا بنشوف. السلام عليكم، كيف حالك؟ محمود ولا منو؟ كيف الحال؟ طيب حبيبي تعال شوي هنا، نحن نلف على المحلات نستفسر عن اسعار الطماط. يعني تعرف انت كل محل عنده سعر معين على حسب البضاعه الموجوده. ثانيا البضاعه توصل الصبح سعرها غير والمساء توصل اسعارها غير. فاليوم انت كم عندك سعر الطماط؟ الطماطم في 3 دراهم وفي 4 دراهم. 3 دراهم و4 دراهم. احمد متوقع لين نهايه الاسبوع او لين السبت القادم مثلا ولا الاسبوع اللي عقبه شو تتوقع في الاسعار بتكون؟ شبه ثابته؟ لا ان شاء الله ما في شيء حاجه والله. ما بتغير الاسعار يعني الحمد لله كل شيء متوفر؟ كل حاجه متوفره وزمهين ان شاء الله رب العالمين. والاسعار بتتم يعني اذا ارتفع شيء بسيط ولا؟ حتى لو في اختلاف ولا حاجه بتبقى اختلاف بسيط. نعم نحن لاحظنا اسبوع نعم الاسبوع اللي طاف واللي قبله لاحظنا ان الاسعار كانت 10 دراهم، اما من الاسبوع اللي عقبه بدات من 15 الى 20 واليوم ايضا على 20. تختلف فعلا الاسعار اللي بدات شويه فرق بسيط يوم يومين وبعد كده بترجع الاسعار تزيد. انزين الحين عندك الطماط هذا المحلي ولا العماني؟ الطماطم في عماني وفي محلي. خبرنا شو الاسعار اليوم بين المحلي وال موجوده في منها صندوق وفي بكيت. الصندوق على كم اليوم؟ في صندوق 18 درهم وفي صندوق 20 درهم. 18 الى 20 درهم اليوم اسعار الطماط. يقولون البصل ارتفع سعره. البصل ولا كم وصل حاليا؟ حاليا دلوقتي كيلو 8 دراهم. 8 دراهم. كم كان سابقا؟ 4 ولا؟ كده كان 4 و3. 4 و3 دراهم اليوم وصل الى 8 دراهم. الفترة الكلام ده بعد كده مسك 5 و6 ودلوقتي 8. رد مرة ثانية على 8 دراهم طبعا. ان شاء الله الفترة الجاية البصل هينزل يعني. بتنزل الكمية وبينزل السعر. زياده. انزين وعندنا البطاط بعد كم وصل اليوم؟ 3 دراهم. دي بطاطا مصري ديت 3 دراهم ما شاء الله. تحمير اي حاجه يا سلام. انزين وعندنا هناك الباذنجان فوق. الباذنجان ده في 6 دراهم وفي ليمون 7 دراهم. 7 دراهم. الليمون اليوم ارتفع سعره وصل تقريبا 8 دراهم. النهارده سعره نزل شويه. نزل اليوم الى 7 دراهم. 7 دراهم كويس. يشمل كل الانواع ولا في اشياء معينه مثل الهندي عندنا البرازيلي عندنا الافريقي ولا؟ الافريقي وفي البرازيلي. كم اسعارهم هالاثنين؟ ده يعتبر 7 درهم وده 7 درهم. 7 و7 درهم والهندي؟ الهندي نفس السعر 7 درهم. 7 درهم، عطني صحن الفلفل هذا احمد خلينا نشوف وياك. ماشي. محمود هذا على كم؟ هذا الهندي ولا العماني؟ ده هندي. كم سعره اليوم؟ ده 4 درهم. 4 دراهم، 4 دراهم عندنا اليوم ما شاء الله. طبعا هنا الاخوان المشاهدين الكرام يحاولون يرتبوا لكم الاشياء مثل يرصوا لكم الفواكه او الخضار بشكل معين، مثل ما تي انت تاخذ تتنقاهم ينقوا لك شيء طيب، وان بغيت كميه زياده بعد ما عنده مشكله الاخوان مع اخونا محمود انه ما يقصر. محمود الفول عندك الاخضر هذا موجود عندك؟ شو عليه طلب ولا ما عليه طلب يا محمود؟ ما شاء الله. كم سعره اليوم؟ النهارده عامل 22 درهم. 22 يعني كان اول ما نزل تقريبا 30 و25 والحين وصل كان 25 مش 30 واليوم وصل النهارده 22 درهم. 22 درهم في النازل لانه كان في بدايه موسم كان بدايه موسم شوي غالي لكن نزل حاليا مشاهدينا. احمد خلينا نطلع بس الراوي مشاهدينا الكرام. هذه عندنا هذا الفول الاخضر او البازيليا. بازيلا احمد هاي البازيلا صح ولا هاي البازيلا يسمونه فول اخضر احد يسميه بازيلا في حد بالعلبه. ايوه وعلى تقريبا 22 درهم سعرها هذه صندوق. وهذا اللي هو الاحمر على كم وصل الحين؟ 30 درهم. 30 درهم هذه يسمونها مثل البرتقال لكن ماي ورد ما ورد ما ورد يسمونه؟ ما وردي ودم الغزال ما شاء الله. شكرا يا محمود بارك الله فيك. ما تقصر. بننتقل وياكم بعد مشاهدينا الكرام قدام بنشوف المحلات الثانيه شو عندهم اليوم الاسعار. انا بالذات اركز على الطماط والبصل هل ان هاي لهم يكونون الاساسيات اللي موجودات في المطبخ. السلام عليكم، كيف حالك؟ تعال ابوي شوي قدام خبرنا اليوم كم سعر كيلو الطماط عندك؟ قصه؟ لا طماط اول شيء. طماط 6 6 درهم، صندوق كم بيكون سعره؟ صندوق 20 20 درهم، 20 الى 25، والخس كم واصل عندك؟ قصه 5 5 دراهم، انزين والبصل عندنا هناك؟ بصل
6 دراهم، 6 دراهم عندنا وصل البصل. مشاهدينا الكرام بنصير وياكم بعد قدام. انا حبيت استفسر ليش مشاهدينا الكرام دائما اقول يوم بتون السوق حاولوا تاخذون لفه في اكبر عدد من المحلات عشان تعرفون الاسعار المعروضه من محل الى اخر. بنشوف وياكم هني عندنا بعد ما شاء الله مجموعه من هذا عند فواكه خضراء. السلام عليك، كيف حالك؟ طيب، هذا اليح على كم اليوم؟ درهمين ونص. هذا ملوين هندي، درهمين ونص اليوم عندنا الهندي. وهذا اليزر ما شاء الله استرالي، هذا كم؟ 4.5 درهم. هني كم عندك انت هذا الفول الاخضر؟ هذا 18 درهم. 18 درهم وحد يبيع على 20 و22. وهذا عندنا اليزر الهندي ولا باكستاني؟ هندي. هذا 6 درهم. والذره كم واصل عندك سعره؟ ذره كيلو هذا 5 دراهم. كيلو على 5 دراهم عندنا، والليمون موجود. تعالوا بنشوف وياكم ما شاء الله الاخوان اليوم يسيرون المحلات راصي لكم الطماط بكميات كبيره ما شاء الله. هني كم عندك الصندوق ابوي من الطماط؟ صندوق هذا 18. 18 وهذاك اللي داخل هذاك محلي؟ محلي. هذا هات لي صندوق شوي، هات الصندوق وراويكم طبعا فرق صناديق مشاهدين الكرام عشان تعرفون تفرقون بين المحلي وبين طبعا اللي مستورد شيء عندنا العماني والاردني. وهذا عندنا المحلي ما شاء الله. هني على كم هذا سعر صندوق؟ 30. هذا 30، هذا سعر ثابت الى الان على 30 درهم عندنا اللي هو عفوا الطماط ريتينا لهذه المحليه وعلى 30 درهم. كم كيلو يعني سعر كيلو كم؟ 6.5 كيلو. لكن سعر كم؟ 5 دراهم. 5 دراهم عندنا اليوم سعر المحلي. اذا خلي الصندوق هنا تحت بنشوف وياك ان الخس على كم واصل عندك؟ 5 دراهم. الخس على 5، حد يبيع 4، حد على 5 دراهم على حسب مشاهدين الكرام. اما بالنسبه للورقيات طبعا اسعارها ثابته هي على درهم، وخذيتوا 6 ربطات بتيكم شويه الاسعار شويه مختلفه. بننتقل وياكم بعد مشاهدينا الكرام بنشوف وياكم شو متوفر عندنا في سوق الجبيل. هذا المحل ما شاء الله عنده اشياء مميزه. خلينا نشوف وياكم اللي يدور الفرصاد، يبغي الفرصاد، يبغي التوت. سلام عليك، كيف حالك؟ ما شاء الله عندك الفرصاد وعندك التوت اليوم. حد يسميه فرصاد وحد توت. شوفوا عندنا الاحجام هذه المختلفه ما شاء الله. وعطني هذا هنا، هذا شوفوا هنا ما شاء الله. وعلى كم ابوي الصحن؟ 10 دراهم. 10 دراهم الصحن على 10 دراهم محلي هذا كله. أيوة. عطني الليزر هذا، ها ملوين ما شاء الله. محلي. ما شاء الله شنك زارع في البيت. شوفوا ها يزرع عندنا هذا اللي هو طبيعي يعتبر. وكم سعر الصندوق؟ صندوق 10 دراهم. صندوق على 10، وهني الصحون على 10 دراهم من التوت. مشاهدينا الكرام عندكم الطويل وعندكم القصير وعندكم بعد هذا الاخضر. شو عندك بعد ابوي؟ هاي لك على كم الكبار؟ على كبار 50 درهم. 50، كم فيهن كيلو ولا كم ازيد؟ كيلو تقريبا. أيوه. هناك على كيلو والصندوق على 50 درهم. والنبج ايضا متوفر مشاهدينا الكرام. كم عندك النبج ابوي واصل الحين؟ 10 درهم. على 10، الكيلو على 10، جميع الانواع الكبير والصغير. طبي صغير مهلوط كيلوين 15. كيلوين على 15، كيلوين على 15 وانواع مختلفة طبعا عندنا هنا. والفندال هذا كم؟ فندال 10 درهم من 3. والابيض نفس الشيء؟ نفس الشيء. جزاك الله خير ما قصرت. طبعا هذه المحلات موجودة عندنا في سوق الجبيل مشاهدينا الكرام. اليوم عندهم توت وعندهم ما شاء الله أشياء كثيرة أيضا متنوعة. السلام عليكم، كيف حالك؟ كم عندك الطماطم أبوي اليوم؟ 4 دراهم. الصندوق كم؟ صندوق 25 إلى 25 وتحت. انزين، البصل كم واصل؟ البصل عندي مال يعني في شوي غالي. كم؟ كيلو 7.5. 7.5 درهم. 7.5 ارتفع سعر البصل. نعم، صندوق 140 درهم. 140 صندوق كامل ما شاء الله. هذا يعني في مال باكستاني في رخيص. باكستاني كم واصل؟ هذا يجي ممكن صندوق 100 درهم. 100 درهم 100 درهم تقريبا. جزاك الله خير. طبعا لاحظتوا اليوم مشاهدينا الكرام الشيء اللي مرتفع وسعره اللي مرتفع عندنا اليوم اكثر شيء البصل. اما بالنسبه للطماط، الطماط مثل ما تعرفون يتراوح سعره بين 20 و25 وحد يبيع على 18 درهم. السلام عليكم، كيف حالك؟ ما شاء الله. شوفوا عندنا هني الهمبه، اللي يبغى الهمبه حق الصالون حق الاتشار يبغى ياخذ شيء غاوي عندنا ابوي هذه الهمبه هنا. وكم سعر الكيلو عندك؟ كيف حالك؟ طيب، هذا نفس الشيء ولا فرق؟ كم السعر؟ هذا الصغار وهي الكبار على كم؟ هذا مدبه مال عمان ملوين مالذيد مال الفجيره ما شاء الله. كم سعر الكيلو؟ هذا كيلو 15. 15 وهذه له 12. وعندنا الكوسه 7 درهم. انزين، هناك كم عندك انت التوت هذا؟ توت كيلو 50. 50 درهم، كيلو على 50 درهم. طبعا هذه المحلات مشاهدينا الكرام تتخصص ببيع الفواكه المحليه والخضار المحليه. تعال يا ابوي شويه، هذه ما شاء الله هالباباي هذا طل شل وحده فوق، شل وحده فوق ما شاء الله على الباباي. شوفوا الاحجام، شوفوا الاحجام هني على كم بوي هذا بعد؟ كيلو 8 درهم. كيلو 8 درهم. هذا ملكل؟ ملكل على 8 درهم. يعني هاي الكيلو 8 درهم، هاي كم يطلع سعره كامله؟ 20
22 يزيد 20 22 وهذه اللي بعد هنا عندكم شوفوا احجام مختلفه 15 18 ما شاء الله 18. على حسب الوزن مشاهدينا الكرام السعر عندكم البابايا هاي عندنا من سريلانكا مشاهدينا الكرام شكرا يعطيك العافيه ما قصرت متابعينا مشاهدينا الكرام جولتنا كذا خلصت وياكم وان شاء الله تكون استفدتوا من جولتنا في سوق الجبيل من قسم الخضار تعرفنا فيها وياكم على اسعار الخضار والفواكه الموجوده اللي لاحظتوا فيه انه اختلاف في سعر فقط عندنا الطماط واسعار البصل شويه مختلفه بين 7 وحد يبيع على 8 وحد 7.5 وحد يبيعه على 5 على حسب النوع واما بالنسبه للطماط نفس الشيء صناديق قلنا لكم تبدا من 20 25 و18 درهم يعطيكم العافيه مشاهدينا ومتابعينا الكرام نرجع نكمل باقي فقراتنا مع الساده الزملاء ونشوفكم نحن ان شاء الله في حلقه قادمه ونشوف الاسعار معكم.